السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي يا حبايبي طلبة السنتر طلبة الاونلاين. تعالوا نبدأ فيديو الهومورك على الديفيشن اوف لايت. بصوا كده الاول، هو هنا ابن حلال جوه طبعا في الرسم بيبقى فيه جيفن وفي الاسئلة بيبقى فيه جيفن. هو هنا بيقول لي الفايت كريتيكال 42، فايت كريتيكال 42، فانا ابدأ امشي معاه. هنا ده سقط بيربنديكولار يبقى فاي 1 ايكوال سيتا 1 ايكوال 0، يبقى اللايت هيفضل زي ما هو في ستريت لاين لحد ما يسقط على الهايبوتنس. اقوم عايز بقى هنا بقى الدنسر وده لس، اقوم محدد الايه الفاي، فاي 2 دي 60 تبقى دي 30 تبقى دي 60، يبقى دي 60 اهي، فاي 2 ب 60 ديجريز. فاي 2 ب 60 اكبر ولا اصغر من الكريتيكال؟ اكبر من الكريتيكال، يبقى اللايت ما يقدرش يخرج للاير، يحصل له توتالي ريفليكت. بانجل سيتا 2 قيمتها 60. تعالى بقى نشوف ايه الستيتمنت، هو بيقول لي كل الستيتمنت از ولا ويتش ستيتمنت از كوريكت. قال لي الري باس ثرو ذا سايد واي زد وزود ديفيجن، ده الواي زد مر فيه وزود ديفيجن، ما حصلوش اي انحراف، ماشى في ستريت لاين، يبقى الاولانيه دي صح. بس ما استعجلش اقرا الباقي لان انا عندي اول ذا بريفيوس، فممكن تكون دي صح او الاخيره. اخد اللي بعدها، بيقول لي الانجل اوف انسيدنس على اكس واي، فين الاكس واي؟ ده الاكس واي. فين الانسيدنس؟ فايت نيم بكام؟ ب 60. الانجل اوف انسيدنس ب 60، يبقى دي صح ودي صح. طب الري ريفلكت توتالي عند اكس واي، عند اكس واي هيحصل له توتالي ريفلكت، يبقى دي كمان صح، يبقى الاجابه اول ذا بريفيوس. السؤال اللي بعده، السؤال زي ما اتفقنا مع بعض، طالما سؤال من غير رسم يبقى هو مش محتاج رسم. قال لي اللايت ري فولس نورمالي، يبقى فاي 1 ايكوال سيتا 1 ايكوال 0. خلاص على الترينجلر بريزم الابكس انجل بتاعته الاي ب 30، الريفراكتيف اندكس الان بروت 2، عايز الايمرجنسي انجل فروم ذا بريزم، عايز الايمرجنسي انجل. انا طبعا عندي الانجل اي اهي بتساوي سيتا 1 بلس فاي 2، فالانجل ايه ب 30 يساوي سيتا 1 ب 0 بلس فاي 2، يبقى فاي 2 بكام؟ يبقى فاي 2 ب 30. طيب الان بقى بتساوي ايه؟ الان بتساوي ساين سيتا 2 اللي هو الامرجنس اللي هو عايزها على ساين فاي 2، يبقى ساين سيتا 2 تساوي الان تايمز ساين فاي 2. الان دي ليها كام؟ قال لي روت 2. ها تايم الساين كام؟ تايم الساين 30، ساين 30 بهاف في روت 2، يبقى هتدي 1 على روت 2، اعمل لها شيفت ساين فتطلع 45، يبقى اول واحده 45. تاني حاجه عايزها، قال لي انا عايز ايه بقى؟ عايز الديفيجن، عايز الديفيجن، عايز الفا، الفا بتساوي فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس الاي، الفاي 1 بكام؟ بزيرو، السيتا 2 انت جبتها 45، الاي ب 30 تطلع 50، يبقى 15 ديجري. السؤال الثالث بيقول لي زي ما اتفقنا مع بعض، هو هنا مثلا في جيفن بيبقى على الرسم وجيفن جوه السؤال، سيتا 2 ب 90، سيتا 2 بكام؟ ب 90، ال ها ايكوالاتريال يبقى ده 60. طب ما ده مجموع الاثنين اللي جوه، يبقى ثيتا بلس 2 ثيتا ايكوال 60، يبقى ثيتا بكام؟ ب 20. حلو، يبقى هنا بقى ال 40 دي ب 2 سيتا اللي هي فاي 2، هي فاي كريتيكال ولا لا؟ فاي كريتيكال طبعا عشان دي ب 90 ديجريز، يبقى دي الفاي كريتيكال بكام؟ ب 40، الفاي كريتيكال ب 40. هو عايز ايه؟ هو عايز فاي، مش عايز، مش مشكله، انا عشان اجيب له اقول له الان
1 على ساين 40 اللي هو 1 على ساين 5 كريتيكال، فجبت ال N خلاص. تطلع ال N دي تقريبا بتطلع 1.49 كده. بعد كده تاخدها بقى او تقريبا 1.5 يعني في الرينج ده، ما علينا 1.5. اجي هنا بقى ال N بتساوي ايه؟ ال N بتساوي ساين 5 على ساين ثيتا، يبقى ساين فاي بتساوي ال N. اكتبها ايه زي ما هي، 1 على ساين 40 اهي، بص اكتب كده 1 على ساين 40 اللي هي ال N، ها تايمز ساين مين؟ تايمز ساين 20 اللي هي ساين ثيتا، ما ثيتا هنا ب 20. الرقم اللي يطلع اعمل له شيفت ساين وطلع قيمه 5 بكام؟ اعتقد 32.25. بصوا بقى السؤال الرابع برضه نفس الحكايه، هو عايز ايه بس الاول؟ هو بيقول لي ان هو ها ايسوسيلس رايت انجل، يعني ده كله 45 45، عايز الليست فاليو اوف ريفراكتيف اندكس اوف بريس، اقل قيمه للريفراكتيف اندكس الليست فاليو اوف ريفراكتيف اندكس. طيب ما انا اقول له كده، هنا اللايت ده عمل انجل دي 45، فدي 45 يبقى فاي ب 45، فحصل لها توتال انترنال، يعني الفاي هنا اكبر من فاي كريتيكال، فاي هنا اكبر من ايه؟ من فاي كريتيكال. يبقى هو لازم يكون 1.5، لازم يكون كام؟ 1.5، عشان لو ما يكون 1.5 يخليه الفاي كريتيكال 42، فيقدر يعمل توتال انترنال. يبقى الليست فاليو، الليست فاليو اقل قيمه للريفراكتيف اندكس تبقى ال 1.5، ما ينفعش يبقى روت 2، لانه لو كان روت 2 ما كانش عمل كان خرج تانجنت للبريزم. ما ينفعش يكون هو اقل قيمه ليه هي 1.5. تعال نشوف بقى اسئله المقالي اللي كانت موجوده في الهوم ورك. بيقول لي الرايت اللايت راي فولس نورمال، يبقى اقول له على طول فاي 1 ايكوال ثيتا 1 ايكوال 0. بعدين ميرج تانجنت، يبقى ثيتا 2 ب 90 على طول، ثيتا 2 ب 90. ريفراكتيف اندكس برو 2، عايز الريفراكتيف انجل اوف بريس، اقول له ماشي انت عندك فاي 1 وثيتا 1 ب 0 وثيتا 2 ب 90، انت عايز الريفراكتيف انجل، يعني عايز الانجل ايه؟ انجل ايه دي بتساوي ثيتا 1 بلس فاي 2. حلو، ثيتا 1 ب 0 ناقصك مين؟ فاي 2، عشان هي اللي هتساوي الايه. طب انت تجيب فاي 2 منين؟ اولا دي ب 90، يبقى فاي 2 فاي كريتيكال، وانت معاك الان، هاتها بقى ساين فاي كريتيكال 1 على الان، يعني 1 على روت 2، يبقى الفاي كريتيكال بكام؟ 45. والفاي كريتيكال 45 اللي هي نفسها فاي ايه؟ فاي 2. يبقى الانجل ايه ب 45، يبقى الانجل ايه ب 45. السؤال الثاني بيقول لي لايت راي فولز ان اير ها اون وان فيس اوف تريانجلر جلاس، هو بيتكلم بقى على تريانجلر جلاس بريز، هوز دي راجع على البريز، هوز انجل 72، يبقى الانجل ايه ب 72، يبقى الانجل ايه ب 72. قال لي ان هو حصل له ريفراكتد باي انجل 30، يبقى ثيتا 1 ب 30، اند امرج تانجنتلي، يبقى ثيتا 2 ب 90، وفاي 2 فاي كريتيكال. وطبعا فاي هو عايز الكريتيكال انجل، اقول له فاي 2 اصلا هي عباره عن الانجل ايه كلها ماينس ثيتا 1، يبقى 72 ماينس 30 تطلع 42، تطلع كام؟ 42. دي فاي 2 اللي هي فاي كريتيكال، اهي الفاي كريتيكال هي فاي 2 42.
عايز الريفراكتيف اندكس اقول له الان 1 على الساين 5 كريتيكال اللي هي 1 على ساين 42 فتطلع 1.49. عايز الساين اوف فيرست انجل اوف انسيدنس اقول له الان بيساوي ساين 51 اللي هي ساين انجل اوف انسيدنس 1 على ساين ثيتا 1. اعمل كروس مالتيبليكيشن. انت عايز ساين 51 بس. ساين 51 بتساوي الان في ساين ثيتا 1. الان تايمز ساين ثيتا 1. الان بكام؟ ب 1.49 تايم الساين ثيتا 1 ثيتا 1 اللي هي 30. خلاص تطلع 0.745. طبعا اخر سؤال ده تقيل جدا. عايز يحسب الراديوس اوف سمولست ديسك انف تو بلوك ذا لايت اوف سبمرجد لامب at depth 20 centimeter in water. Refractive index brought to. وبعدين التسك ده هيبقى float على surface of water. يعني انا عندي لامب كده. اللامب دي submerged in water. فبتطلع اشعة كده. وكده. فالاشعة دي انا عايزها دي يحصل له ريفراكت تانجنت كده وده يحصل له ريفراكت تانجنت كده فيقوم مكون لي ديسك كده عايم على سطح الميه. عايز اجيب الراديوس بتاعته. عايز اجيب الراديوس دي. يبقى خليك ذكي. دي فاي كريتيكال وهي هي نفسها دي لان ده حرف زد. فانت لو جبت الفاي كريتيكال جبت خلاص الراديوس ده لان هو قال لك اللامب الدبس اللامب دي الدبس 20 سنتيمتر. يبقى انت معاك ده. لو جبت الانجل دي يبقى تان دي تساوي اوبوزيت على ادجيسنت تجيب الراديوس. طب انت عايز تجيب الفاي كريتيكال بقى. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لي ان ووتر اوف ريفراكتيف اندكس رو 2. يبقى ده الان معاك ان هنا ووتر بكام برو 2 وده اير فيبقى ساين فاي كريتيكال 1 على ان ووتر. ساين فاي كريتيكال للووتر تبقى 1 على ان ووتر يبقى 1 على رو 2. اعمل لها شيفت ساين فتطلع فاي كريتيكال ووتر. فاي كريتيكال ووتر تطلع 45 يبقى اصبح دي 45 تبقى دي كام؟ 45. هنا بقى 10 45 10 ايه؟ 45 بيساوي اوبوزيت اللي هو الراديوس على الادجيسنت اللي هو الدبث. اعتبرها ال ال الدبث ار على ال 1045.1 يبقى الراديوس ايكوال ال يبقى يساوي 20 سنتيمتر. طبعا مساله تحفه بس عايزه واحد قايل دماغه بتفكر بتشتغل. هو بيقول لك لايت فاللايت ده بيطلع اشعه كده. هو عايز انها تعمل بؤره ميه بؤره اضاءه ديسك من الاضاءه يعوم على سطح الميه يبقى اللي باقي اللي بعد كده خلاص ما انت اللي بعد كده هيحصل لها ريفلكت بقى خلاص. يبقى دي البقعه اللي هي اللي موجوده دي اقل ديسك انف تو بلوك اللايت. خلاص كل الجزء ده منور والجزء ده منور خلاص هو ده الجزء البلوك اللي هو عايزه ده الديسك. هو عايز بقى يجيب الراديوس بتاعتها. فانت عشان تجيب الراديوس بتاعتها عايز تجيب الانجل دي تان دي اوبوزيت على ادجيسنت. فلو جبت الانجل دي طب ما الانجل دي هي الفاي كريتيكال ومعاك ال ال فتجيب الانجل دي ومنها تجيب دي تجيب بعد كده الار على ال وتطلع ده كده. وصلنا لنهايه الهوم ورك. اتمنى اللي كان واقف معاه اي سؤال قدر ان هو يسترجعه ويفهمه. اوعوا تنسوا شعارنا الفيزيكس تحبها تحلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي.